السلام عليكم، انا ميلودي، يا رب تكونوا بخير. فيديو اليوم راح نتكلم على بطلنا الجديد تشيب، وراح اشرح لكم مهاراته وحركاته داخل اللعبه. بس قبل ما ابدا شرح، خليني اقول الف مبروك للفائزين اللي عددهم اكثر من 20 فائز، واللي فازوا بجواهر من خلال المشاركه بفعاليات التليجرام مالتنا وفعاليات الديسكورد. واذا تحب تشارك بيش نوع من الفعاليات والبطولات والكوستمات اللي نسويها، فقدامك خيارين. اذا عندك تليجرام راح اترك لك رابط مال قناه مال التليجرام، تدخل وتنضم بيها، وراح تشوف قدامك البوستر الخاص حتى تشارك بالفعاليات. واذا ما عندك تليجرام فراح ادرك لك رابط الديسكورد مالتنا، مجرد انه تسجل بيه وبعدها تروح للاعلانات، وكذلك راح تلقى اعلان للفعاليات مالتنا وشلون تشارك بيها. الف مبروك للفائزين، وخلينا نقول كذلك الف مبروك للفائز بعجله الحظ. اذا تفوز بعجله الحظ وتحصل على واحده من جوائز العجله، كل اللي عليك تسوي تحط لايك للفيديو وتشترك بالقناه وتعلق اي تعليق، وراح يتم اختيار تعليق عشوائي. ان شاء الله غدا او بعد غد، مثل ما طلبتوا بالتعليقات انه تريدون اسوي لكم فيديو مقارنه بين لعبه موبايل ليجند ولعبه هانر اوف كينج اللي نزلت بالجديد او بعدها ما نازله، فان شاء الله غدا او بعد غد راح اسوي لكم فيديو تفصيلي يشرح الفرق بين اللعبتين. وهسه خلونا نصلي على نبينا محمد ونبلش شرحنا لليوم. وبسم الله نبدأ نشرح بطلنا الجديد تشيب. طبعا نوع البطل راح يكون سبورت وتانك بنفس الوقت، البطل بمهارات جدا جديدة وفريدة، واعتقد راح يضيف للعبة طابع مال كومبوات وطابع مال لعب جدا جديد، لان يعني البطل اجى بفكرة وسكلات كلش جديدة وما مر على اللعبة من قبل. طبعا للآن اللي راح اشرحها لكم ممكن يتغير قبل نزول البطل، لكن الفكرة الاساسية للبطل راح تستمر نفسها وما راح تتغير. ومثل ما تشوفون فالبطل يضرب بيسك اتاك، ومدى البيسك اتاك مالته مدى قريب، يعني ما يضرب الخصوم البعيدين مثل غيره من التانكات. راح يكون البطل عنده 4 سكلات. بالنسبة للمهارة الاولى، فالمهارة الاولى مجرد انه راح تسبب دمج للاعداء المحيطين به. اما بالنسبه للمهاره الثانيه، فالمهاره الثانيه راح تكون تسريع وعلى شكل بارين، يعني راح يكون عندك بار ابيض وبار احمر. البار الابيض راح تكون سرعه نوعا ما زينه، اما البار الاحمر فراح تكون سرعه اكبر، ومن تنصدم بالخصم راح تسبب له دمج وستان. لحد الان المهاره الاولى والثانيه مهارات عاديه. ننتقل للمهاره الرابعه، وبعدها راح اشرح لكم شنو فائده المهاره الثالثه بالتمام. المهارة الرابعة راح تكون عبارة عن انتقال بأربع أماكن بالخريطة. أكو 4 مكانات بالخريطة مثبتة تثبيت دائم، هاي أماكن أنت راح تقدر تنتقل بيها بالألتيميت مالتك، وأي مكان تضغط عليه راح تنتقل لوحدك لهذا المكان، سواء كان أكو تيم فايت أو تحب تقنق أو تحب تنتقل للأعداء من الخلف، فهاي الأماكن راح تساعدك أنه تنتقل بالألتيميت مالتك. والآن نجي نشرح المهارة الثالثة واللي راح تكون أحلى مهارة موجودة لأي بطل تانك أو سبورت. طبعا المهارة الثالثة انت راح تضربها على الخصم، ومن تضربها على الخصم راح تنفتح بوابة، بنفس الوقت هاي البوابة تسبب ستان ودمج للخصم، وبنفس الوقت راح تفتح بوابة بأماكن مختلفة من الماب، وواحدة من الأماكن هي البيس، فإن ممكن خصمك يكون داخل فايت ضدك 1v1 وانت على فجأة تفتح البوابة، ومن هاي البوابة يجي صديقك من البيس ومباشرة ينتقل عند الخصم، وتقدرون تقتلون الخصم بكل سهولة. البطل فكرته حلوة، البطل فكرته جديدة، البطل راح يسوي لك كومبوات جديدة باللعبة، وهو أحلى شيء باللعبة الكومبوات من تسوي تيم فايت. مثلا إذا عندك تيم فايت يم اللورد والجنجلر مالتك أو الماركس مالتك تدمج، أنت تقدر بكل سهولة تخلي الماركس مالتك يرجع للبيس، يرجع الاس في مالته كامل، وبعدها أنت تفتح السكند على خصم ومباشرة الماركس مان يرجع للفايت. يعني راح يكون عندك بطل عبارة عن لوي بس في 2، راح يقدر هو ينتقل بأربع أماكن مختلفة من الماب، وبنفس الوقت راح يقدر ينقل أي صديق عندك بدون ما يكون قريب من عنده، يعني هو مجرد يكون بالفايت وأنت ترجع للبيس وهو يحدد لك المكان اللي أنت راح تطلع من عنده. أما بالنسبة لباقي تحديثات السيرفر التجريبي، فعندك البطل سون حصل على مظهر جديد وهيئة جديدة، كذلك صار عنده دمج أسرع، والسكلات صارت ترجع بشكل أسرع، والباسف مالته صار يحطم دروع، يعني صار عنده اختراق مثل دايروث او غيره من الهيروات، وبنفس الوقت صار يرجع لك لايف ستيل من الباسف بس بدون ما تشتري اي معده سبيل فاو. واما البطله اورورا فتقدر نعتبر انه اورورا اكتملت وهذا شكلها النهائي وهاي سكلاتها النهائيه. بالنسبه للبطل فالبطل راح يكون جدا قوي وجدا اوبي، وهسه راح اشرح لكم شنو خطوره هذا البطل وليش راح ينحضر بالرانكات العاليه وما راح تقدر تلعب باريحيه وهذا البطل مفتوح. بداية البطل راح يشكل خطر جدا كبير بسبب الدمج اللي يدمجه والاستنات اللي ينطيها والتبطيء اللي ينطي، يعني باختصار راح يصير مثل ايف والتبطيء مالتها والسكلات المتتالية اللي تجي سكل ورا سكل. لكن الخطورة الاساسية مو هنا،
الخطورة الأساسية أنه هذا البطل يجمد التورات بكل سكلاته. السكل الأول يبطئ التور، السكل الثاني يجمد التور، السكل الثالث يجمد التور الأكثر من ثانيتين. فتخيل أنت تكون جالس بالبيس مالتك أو أنت جالس بالتور مالتك وتجي أرورا والماركسمان، وأرورا تجمد التور ويدخلوا لك داخل التور يدمجوك بدون ما التور يدمجهم. هاي هي أخطر مشكلة للهيرو الجديد أو لريفامب رورا اللي راح يجي للعبة. وهاي كل التحديثات اللي شفتها بالسيرفر التجريبي. ان شاء الله اي تحديث ينزل او اي بطل ينزل راح اسوي لكم شرح عنه سريع، وبعد ما ينزل البطل كذلك ارجع اسوي لكم شرح ثاني حتى نشوف هل اكو تغير بالباسف او السكلات او لا. اتمنى استفاديتم من المقطع، لا تنسى دعمي بلايك واشتراك. في امان الله.